بمساهمة. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. فانواز حلوة منك. Salut les enfants, salut les mamans. نتصور راكم تستنيو في البوليغيو لو باني وتستنيو في الايدي نتاع الباني نتاع اليوم. اكيد راكم قدام التلفزه تستنيو فيا. اليوم يا سيدي قلنا برك نعمل لكم سلايطه هكا حاجه خفيفه باهين بسلاد حاجه مهمه ياسر ياسر ياسر. لازمنا نستنسوا كل يوم نحطوا معانا سلطه في الفطور ولا في العشاء. وبيان سور كيما قلت لكم عندنا الغسيت نتاع بوليغيو سوربريز. الغسيت نتاع اليوم اسمها شوكوسفير. شوكوسفير تنجموا تردوها سوربريز. سوربريز شوكوسفير. اذا كان تحبوا هكا تحطوا دي فيغورين في وسطها. انا لوجت في الدار الكل ما لقيتش، ما قلنا برخه نسميوها شوكوسفير وحدها. دونك السلايطه شنو باش نعملوا فيها؟ باش نحطوا فيها الفرماج فرماج بلون ورابيت هونيس في النيرية ونخصوهم في وسط البانيه نتاعنا ويولي عندنا سلايطه سهله ما فيها حتى شيء. تنجم حتى ماما تحضر لك هذا الكل، انت جوست تجي تحطوا هوني هاي هذه باش نخليو نحطوا فيها الشوكوسفير. تشوفوها كيفاش باش تخرج الشوكوسفير. جوست نحطوا السفنيريا كيما هكا حتى من غير سكينه. نجمو جوست دوما قصوهم هكا. نعرفوا حتى ماما ما ساعات ما تخلينيش نمسو السكينه في الدار. دونك هاي كتحط لكم تقص لكم بالمسبق وانتم تعاونوها باش تحطوا البانيه نتاعكم. فما فرماج بلون اللي عندكم في الدار ويولي عندنا سلايطه كي من هكا. انا الحق للصغار جو بريفير ما نحطش لا فلفل لا ملح لا حتى شيء. جو بريفير تقعد هكاك. دونك ديجا اسفنيريا فيها القوم تاعها والفرماج كيف كيف. وليت عندنا سلايطه سهله على الاخر. شو محليها باش نهزوها معانا. هذه سلايطه عيد نحطوها دو كوتي. توا نمشيو لاهم جزء اللي هو الشوكوسفير نتاع بوليغيو لو باني. الفكره هي شنو؟ الفكره باش يولي عندنا سفير. سفير معناتها دوره بالشوكولاته في وسطها. باش نحطو اليوم انا خديت البراونيز نتاع بوليغيو بو كراميل. هو اللي باش نحطوه في وسط السفير اللي بالشوكولا. انتوما تنجمو تختاروا اي بارفان نتاع اي كيك بوليغيو تختاروه وتحطوه في وسط السفير هذيك. وسي نزيدو معاهم لي فروي اللي عندكم الشايحين. ساعات نشريو نعملو شريحه احنا قبل في الصيف، ولكن عندكم اي فروي شايح. اخترت انا اليوم الشريحه باش نزيد نحطوهم مع الكيك هذيك البراونيز بوليغيو في وسط السفير وشوكولا. دونك خدينا الشوكولاته الكعب هذيك ذوبناها. ناخذوا المول السيليكون نجيو ناخذوا من الشوكولاته هذيك نيتاليو ما نتبعوا الفورمه نتاع السفير هذيك بالشوكولاته. نهزوها للفريجو يلزمها حتى كشلين تشد روحها وتولي نجمو نخرجوها من المول. وناخذوا البراونيز ونفتفتوها في وسط السفير كيما هكا. ومن بعد نحطوا في وسطها كعبه شريحه هكا. اونتر طون كيفاش باش نسكروها باش تشد باش تولي دوره؟ هي انا تلقاني سخنت حاجه هكا على النار تكون نظيفه كيما البوالا. دونك سخنوها على النار. نجيو دوبلاش نحطوا السفير ونلصقوها مع اختها ومن بعد نرجعوها للكونجيلاتور مره اخرى تشد روحها. تعطي حاجه كيما هكا. هذه هي السفير شوكولا اللي باش نهزوها معنا للغوتي اليوم. ان شاء الله تكون الفكره عجبتكم. جربوها مع ماما، جربوها انتم زيدا وقولوا عليها لصحابكم. هذه هي الباني نتاع اليوم. راكم شفتوا كيفاش خرجناها اسفير شوكولا. شوف محليها كمان حاطين عليها سيرو. حطوا عليها سيرو اللي عندكم في الدار. اي دايور انا خليت واحده ليا بعد ديسير باش نكمل نحلي به بعد الفطور. هات نحطوها هذه سيدي في الباني. وانتو ما تنسيوش باش تفرجوا فينا غدوه كي من هكا. حفظتوا الوقت على التوا باش نعطيكم ايدي اخرى نتاع بوليغيو باني. ادما
عسلامة، شنو حوالكم؟ اليوم يا سيدي قررت باش نعمل لكم دو بلا، أما ما فيهمش ديسير، فيهم لونتخي والسويت. حضرت أنا هوني الدنيا وحضرت القضية نتاعي الكل. طلعوا شنو باش نطيبوا اليوم؟ اليوم باش نعمل بون فاغيي برشا المنيو، باش تشيخوا دونك حاجات. باش نعملوا كفتة بالحوت، أي حوت عندكم في الدار، سي با فريمون امبورتون. باش نعملوا مع الكفتة صوص، وباش نعملوا معاها كابوناتا. كابوناتا هذي نقولوا احنا خضرة جوست سوتي، اسمها كابوناتا، سميوها هكا. باش نبداو ديما بالصعيب ونمشيو من بعد نكملوا الساهل. الصعيب هو باش نحضروا اول حاجه الكفته نتاع الحوت. كيما قلت لكم الحوت اللي عندكم في الدار ماهوش لازم يكون حوت معين. انا خذيت حوته كامله فورتها ومن بعد سلقتها، وسعوا بالكم نحيوا الشوك وذاك الكل. حطيتها اهي هوني مفوره بليش الملح لا فلفل الاكحل، مفوره وحدها خاطرين من بعد بطبيعتي باش نفوحها بالفاحات نتاعي الكل. شنو فيها الكفتة؟ فيها شوية بصل، فيها المعدنوس مقصوصة هاكا جيد، فيها شايشة ثوم، وباش نخلطوها بالطبيعة باش تشد روحها بالعظم، خليوها ترتاح هي على روحها. نحضروا احنا الكابوناتا نتاعنا، نعاودوا نجيبوا الكفتة مرة أخرى ونقليوها. باهي نحطوا الحوت هاكا، شفتوا مش مفوحة، ما فيهش كما قلت لكم لا ملح لا حتى شيء. باش نحطوا معاه شوية بصل، باش نخلي منه هذا للصوص طومات، طماطم، صوص طماطم نتاعنا العادية هذيك اللي جينيرالمون طيبوها برشا في الصيف احنا مع الصحن المقلي اللي في الدار وكل. دونك باش نزيد شوية هكا، باش نزيدوا معاها المعدنوس مقصوص جيد هاكا. باش ناخذو زادا كيف كيف شويه من هذه، خاطر كيف كيف باش نحطها في صوص طومات. هيك نخلطهم هذا ونحط لهم الفاحاتهم، توا باش نفوح دايوغ، الفلفل الاكحل، الملح، وباش نحطو فيها كركم فلفل زينة وكمون. الحوت والكمون عصير تحسهم ان كوبل، تقول حوت تقول كمون، ما احنا اموا في تونس. هذم هكا نخلطوهم مليح في بعضهم ونزيدوا عليهم باش نلموهم بالعظم. احنا هاوكا اليستان خنحط لهم الشابلوغ قبل هكيك نعرف قديش نحط عظم. حطوا الشابلوغ هي اللي خليو منها شويه شابلوغ، من بعد كي باش كي نجيو باش نقليو نحطوا الشابلوغ والعظم والفارينه ونقلي. دونك توا نجمو نزيدوا العظم باش نعرفوا قديش نجمو نلمو. عينكم ميزانكم معناتها حطوا العظمه الاولانيه وقيسوا باش ما تجيش ياسر فيها عظم الكفته هكا، تتلم تولي تنجم تلمها من بعد الكريكب هاوك. صافا تلمت هذه، باش نحطوها في الفرجيدير خليوها ترتاح الفرجيدير على روحها، ونجيو نحضروا الكابوناتا في الفرجيدير. لو طون اللي كملنا حضرنا هذه هي هذيك ستيب 1 نتاع المنيو نتاع اليوم. ستيب 2 قلنا باش نحضروا الكابوناتا، دونك باش نلانسيهم مع بعضهم الزوز الكابوناتا والصوص طومات. باش نحط تشايشة جولدينا باش نسوتي فيها الليغوم هكيكا، جولدينا خفيفة وتعاون
في الكويسون تعاون برشا برشا في الكويسون. دونك باش نحط شويه الجولدينا هكا والكابوناتا كيما افيت كيما تعملوا مع لي ليغوم سوتي الكل، ديما نبداو باكثر خضره تشد وقت حتى يكشيل اقل الخضره تشد وقت. واحنا بالطبيعه نعرفوا لي اكثر خضره تشد وقت هو البصل، صحيح ولا بون؟ خاطر انا ما عنديش سفنيري راني هونيا، دونك خلي جولدينا تذوب شويه. هي دايوغ تعاون على خاطرها ما تبطاش برشا باش تذوب. ذيبت جولدينا، نجيو نحطوا البصل، صوتي والبصل هاكا. ايش قالكم مديما تسوت البصل؟ انا نجي نحط نركب صوص طومات حتى هوني. صوص طومات كيما اي صوص طومات هذيك اللي قلت لكم نعملوها برشا في الصيف احنا في ديارنا. دونك باش نحطوا تشيشه الزيت، البصل اللي قلت لكم ما تحطوش الكونتيتي الكل، حطوها شويه في الكفته وشويه راكم باش تخليوها لهوني للصوص. نحطوا البصل لهوني هكا، بصل لهوني بصل لغادي مو هكا. احنا نطيبوا راه في ديارنا مش كي زعما، وهذه على النار والاخرى على النار، ساعات القام ثلاثة طناجر عندنا، سورتو النساء اللي طيب في الويكاند تقولك خلي نقص على روحي نعمل اكثر من بلا. هكيكا وسط الجمعة كي تروح من الخدمة تلقى كل فريغو فيغ كلهم اثنين ثلاث اربعة عملتوها مو عملتها برا هنا ولا سنين. حق نروح نجي من الخدمة نطيب كي من هكا باهي. وهذا هذا نورمالمون جيد اكثر يشد اقل وقت. هاي شفتوا يا سيدي البصل ديجا تذبل وتبدل لونه، باش نجيو نخلطوا عليه الخضره نمرو اثنين اللي تشد اقل وقت اللي هي الباذنجان. باش نخليوه كيف كيف على روح. هذا هاو قريب ديجا يذبل، باش نزيدو نخلطوا عليه الثوم. باهي ريتو هذاك البصل، باش نحطوا له الثوم. الاستوس اللي هو بيسكو انا باش نعمل صوص طومات فيها طماطم الحيه ودوبل كونسونتري دو طومات، باش نحي القروصيه نتاع الطماطم. احنا نتفكروا ديما عنا استوس نتاع هكا نعملوا بانسي دو بانسي دو سكر باش تنحي القروصيه. الكاروت باغ اكزومبل هو ليغوم فيه ما عند ربي السكر، دونك علاش ما نحطوش احنا في بقعة البانسي دو سكر نحطوا كاروت سفنيريا، هي اللي باش تعاوننا باش تنحي القروصيه نتاع الطماطم كسوا طماطم الحيه ولا دوبل كونسونتري دو طومات. دونك خليوهم هذا، حطينا البصل حطينا الثوم وزدنا حطينا الكاروت، وهذه هاي كقاعدة الباذنجان ياخذ وجه في عقله. توا باش نجي نحط الطماطم الحية مقصوصة هاي دي كوب جيدين برشا، هي بطبيعتها تصيب الماء متاعها. شفتها كيفاش تصيب الماء؟ خليها تتقلى وتصيب الماء، باش نزيد نخلط عليها الكونسونتري دو طومات. الباذنجان نورمالمون سي بون سوتا. توا باش نزيد نخلط عليه القرع بوتوزينا، وهذا نورمالمون من الهواء يطيب القرع بوتوزينا ما يشدش برشا وقت، وفان اقل من البصل واقل بيان سور من الباذنجان. هكا وما ننساش ديما نعمل طله على الصوص نتاعي هوني. هكا ديجا بديت تصيب هي في الطماطم الكعب، تصيب في الصوص نتاعها، باش نجيو نحطو الدوبل كونسونتري دو طومات. هذا البلا الكل باش يجي مع بعض، راه تشوفوهم بعد كيفاش. هذا هو السويت نتاع المنيو.
فوالا توا جو في اغوزي اغوزي معناتها نمرق شويه ونحل الطماطم هكا شويه بشويه. ما ننساوش بالطبيعه وريقه الرند في وسط الصوص دو طومات، وما ننساوش باش نفوحوا فلفل اكحل وملح. هلا فوحت، نقعد نزيد الماء بشويه بشويه. هلا باش نزيد نحط لها فلفل زينه. ريحه الصوص هذي تفكرني بغرغور القوايل في الصيف، دمعه هكا قرن فلفل مقلي ورشة فريت. باهي هذي هيك تغلي على روح الكابوناتا. لي ليغوم اهم عدك بيهم سيدمو طاب. نورمالمون يخلطوا قد قد، نطفي عليهم، نمشي نجيبك الكفته اللي حطيتها في الفرجيدير. هذي خليها تغلي، راني باش نقص في النار. هذم سي بون، هاوكم سوتي طابوا كلهم البصل والباذنجان والقراب والطوزينه سي بون. هذم نطفي عليهم ديجا ونحطوهم على الشيره. هنغطيها. باهي شنو باش نعملو توا؟ باش نقليو الكفته. نمشي نجيب الكفته من الفرجيدير، نجيو نحطو المقله على النار اللي باش نقليو فيها الكفته. هذي هي المقله، نحطو الزيت يسخن. فوالا هكا، ونجي واحنا كيفاش العاده نعملوا الكفته، ماني نحطوها من الاول في الفارينه ومن بعد في العظم ومن بعد في الشابلور ومن بعد تمشي تغطس في الزيت تتقلي تخرج حاجه بنينه بنينه تهب. حسيتو من يوسف ما الدنيا ما حبتش تبرد هي. فوالا هذه العظمه اللي باش نحط فيها الكفته. ما تنسيوش الكسوس على النار، شو تفقدوها تقر شويه زيتها معناتها راهي طابت. ترى وباش تقر الزيت زيدة حقة يلزمكم النار تكون نار هاديه، معناها نار هكاك هكا طايشه راهو ما تقرش الزيت وما تطيبش في عقلها. ولذا هاي نقصوا في النار على الاخر باش خليها تقر الزيت هكا ديك الصوص نتاع الطفوله تحس. فوالا هذي خليها تقر زيتها في عقل. ايجا توا كيفاش نعملوها من الكفته؟ انا باش نحاول عملهم كيما تعمل ماما هكا، تلم زوز مغارف هكا، مغرفه هكا ومغرفه هكا، تكور تكور من مغرفة بمغرفة كيكة. هلا تحط من اللول في الفارينة هكا، ومن بعد تمشي للعظم. باهي ومن بعد هكا اسمع، يلزمنا نحطو كعبة الكفتة في وسط زيت سخون. نجيو كي نحطو احنا الكفته في الزيت نعملوها كيما هكا، ننزلو شويه عليها تطلع كفته تطلعش كعابر. هاي كان نمر واحد، علاه حسيت روحي في ماراثون نجري هكا من هوني ومن هوني ومن هوني ومن هوني ما بين كعبه الكفته والغاز، حتى بالكادرور تغشش. قالي كيش اسمها كده حول، تذكرونا حول
شكون يتذكروا انت كاش جينيراسيون تاعي انا كهو تصور تاو هنا يتفرجوا فيا من عاش انا جينيرالمون اللي يتفرجوا فيا سي دي مامي والا ولاد صغار حقا وعجبتني حكيت كيفاش تفرجوا فيا صغار انا عرضتني مره اخرى طفله في الاسانسور انا طالعه وهي تقولها ماما شوفي شكون عسيرو كنت تفرج فيا مره اخرى نبوسها برشا محلى زينها تهبل يا سمر عملت الكفته فوالا شوف تعرف انا قعدت ما بين هنا وما بين الغاز وقفه 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 اي الكفته نهار يا ربي يا سمر وهالكفته تعرفوش كيفاه اغزر انا نكمل الكفته معاكم خليكم ترتاحوا خاطر مش مليح هكا نخليكم واقفين على الغاز معايا وتو تشوفوها شويه اخر مزينه على الطاوله اتوت هاكم ما تعبتكمش معايا تقعدوا واقفين على الغاز وانا نقلي اما انا تعبت حل الاخر اما طلعت كفته ما نحكي لكمش ما بنها هاكا تشوفوا فيها الكفته ومعاها الصوص هذيك الصيفيه صوص طومات وكملنا الكابونادا هذيك حطيتها هكا زينتها باش ولات عندي طاوله مستويه تهبل وكملت ما نسيتش خديت الديسير من الباني بون ليا ولولدي كوا حتى انتم دلوا رواحكم كيف كيف راه ما فيها بيس دونك هذه هي الطاوله انا نقعد نفطر بعد ما وقفت فوق ساعتين على الغاز نورمالمون انتم تقابلوني في نفس الوقت هذا على نسمه في كوجينتنا هكا باش تشوفوا دباره جديده نتاع منيو اخر À demain. بمساهمة جولدينا محلاك محلاك يا لميمة فانواز حلوة منك.